كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس رقم 13 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 الهجرة بودر مسألة إناد مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب هذا سميتي غث مثني باللي ذي المقدمة تجي المسائل قد يخدم مسائل مفيدة من عدة جهات من جهة الأولى أنه يقدم لما يأتي من بيان في علم الأصول في كتابه جمع الجوامع اللي هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول إلى أن وجد البلغ يعني 100 كتابين ذي علم الأصول يستفرد خلاصة مركزة جدا ذا ماشي لين سهل لذلك المسائل قي أغنف عنت من بعد لها أنت أنت للسين ولكن ذا أغنف عنت من بعد ثلاث فإذا من يظل السوسة عنت المخ السوسة عنت المخ والسوسة عنت الخاطر لأنه ثم سالت تفضل الكاس إزمري ونتوالي الكاس ذا شبحان إلى هذا الزجاج كذا ويض يتوالي غل جايقي عمرا يعني الله يبارك ثم من ومان ويض يتوالي غل جايقي خصنا سيني لو كان سنرنو باش هذه الشهر يونتوالي باللي واقي ذي سمان ومان عنصر من عناصر الحياة مقوم من مقومات الحياة ربنا في سورة الأنبياء الآية 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي صافي واجي أمان مقوم من مقومات الحياة أمان زمان نعيش بالأمان ماشي كانوا كني ولا ذي الحيوان ولا ذي الذيور ولا ذي الحشيش ولا الدنيث حتى الحضارات قامت على الماء حضارة ما بين النهرين في العراق في نفا فما حضارة الفينيقية في نفا فما إلى آخر صافي أي غرض في كاوك في قذي معناتها المخ يتسع أذي وسع مليح باش اللي قبل أين لان قطعي ما فيهاش نقاش أين يزم يسوي يزم ونسال نخم خلاف في العيشة من ظل أربع ركعات نصنات إذن أربع ركعات ظل ثنتي مسجد الشيخ الحداد يا عززقا نغذي مكة نغذي المدينة نغذي الدنيا مرة ماذا القصر أربع ركعات سنة ركعات تقصر الصلاة العيشة أربع دوان سنة طهر دوان سنة وكذا في غديني الاستعداد لتقبل الخلاف مقبول أذكركم وإن كان من باب وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين صورة الذارية الآية 55 من ظهر في الناس صلاة من ذا سمحتي كان خطر في الإعادة إفادة نادي الميلة الظل العيشة القخام الظل العيشة يفض يسلع الإقامة ذي الجامعة يكشم ذا ذي الظل العيشة صافي الظل يوث القخام وحدس يروح ذا الجامعة يظل أكل الشيخ أكل الجامعة نادي الظل ثقيثي السناث ذا شوت صافي هذا إلا كان مخلف ما إلا ونهجر من غير خلاف مشكلة إلا كان مخلف يلا لأن أربعة الآراء زامثن الرأي الأول ذا شوث تظل في السنة ذا شوث نفل ذا النفلة هي غرض النفلة ثلا ثل الحجة لأن ولكن دي الظلم دخان
صلاة العشاء، ربين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا لو كان هذه مثل سوى حسابها في العشاء غفر صليت، يعني سلوغا النظام استغزي العمريس تسقط عنه الصلاة. لماذا؟ برئت ذمته ولم تعد مشغولة بصلاة العشاء لأنه أداها في وقت الأداء يكفى وقت. إذا سنة ثنية الزلدقي ذي النافلة وقيد رأينا رأي رأي قال الجماعة قيثنا بذي النافلة يا رأي كنوي بديني مخاطي ثقيد الفرض قطر ثقي جماعة ثنية الزلو خامي الزلو وحدس لوجيك نغلا يزول يتوحدس أنت قلها يعني مش استغفر الله ماشي تقلها أنت كسان الله جرى كثرة ساعة صلاة الجماعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها باللي صلاة الجماعة تفضل بسبعين وعشرين درجة ذي الرواية نظن بخمسة وعشرين جزء ما دوض الحديث نفتته إلى خمسة سبعة وعشرين درجة خمسة وعشرين جزء المهم ثقي ثيفتنا خطر ثقي صلاة الجماعة صفا مشاثو غال ثقي ذي الفرض ثينا نزول دقخان إذ زول دقخان ذي النافلة خطر الشين مطلوب بصلاة واحدة ماشي سناف وقيد راي وسين إسعال القيمة ورسال القيمة معقول شميثي لوجيسيال المخيكة تفض وي سي لوجيك ذا الراي هاثا صافي يغال المخنا يقفل الراي وسين عادنا وين الراي وسلاثة ذا شوث الراي وسلاثة إكمالو أو جبرو ذا جبر يعني ثينا كنت زول دوخان سور تخوص سور ولا شك ذيك الشك ولا شو كي ينزل الصلاة كاملة استبطاب الغاشي ويسير الأحوال ينقص يلا فينا الزور ذاكي تعاوض تزليث فينا ذا الجفار تجفرض فينا بخان من مرة يجيولوجيك نغلا بدليل من كفاف الزايدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله أي غران استغفر ثلاثة يعني عندها يخص الخشوع عندها يخص إلى آخره نستغفر الله بعد كل عبادة تؤدى صفي الرأي وسلاثة يتوقف الغلا معقول إلا الرئيس والرأي وسربعة لا شو التفويض شو ما استفويض قال ربي كزول خنتي سناث يوث قخان يوث الجامع يعني وكل أخك الشي قزران خطان سي قزرانة يبارك سينا بخاني كسان الله جرى أكثر يبارك سينا داقي صافي زرارة إما فوض الأمر ربي سبحانه أما سعدي ومث في كذا الرأي في كذا يا ربي سبحانه على كل حال ربي فقد الأمثلة كان مش كان المسفان صافي يوثن تمثلت في كذا ربعا بعد رزدات خطر كل ما خمل عين أصولاقي أجمع أدنى ولا الفقهاء أدنى وكشو يوثن ذي العجب أصفض في المذهب الواحد إذ ما أصفض ثمانية تسعة وما من جمع ذاك المذاهب ياك مصر ذي الشافعي أصير الشافعي شيك سان الحق ما أصير الإمام مالك أصير شيك سان الحق إما ينتقديون مثلا ابن أبي زيد القيرواني ومسمان مالك صغير مالك مشطوح صاحب الرسالة على كل حال كذا مزيد قبيلي من بعد نظر في الأسلام مش أساقي أسم الله عارف نسيك سأل الحق أصد الإمام أحمد بن حنبل أهو نسيك سأل أصد أبو حنيفة أنا ذي قبل أنس الأراء النظام إلى آخره صفي ثي قال لقي شغل ذي الساس لاباز لذلك أنغال المقدور أكيد قال مسألة المقدور المقدور ما معنى المقدور ذي كلام ملخصة خير الكلام ما قل ودل اسم سليك أشويط نسي لقديني المقدور للمكلف وش دينا لو كنت إلى ذي المقدور وخلاص خطر كل زر سلفا رب لك الفريول سوى ملنت السبث التكليف أقشش أقولها مشطوح بضر السن التكليف غير مكلف وينك إن فقد عقله يروح أسل عقليس كيف كيف العقل مناط التكليف كي قرن فقهاء العقل مناط التكليف
يروح العقل ذين حسب ربي إلى آخره. النائم يطص مدني المقدور يسال معنى يجي أول المقدور للمكلف تقديره المقدور للمكلف في السناث باللي أربو لك الفرى تكلفي نس شو درت الزمر سيأتي البيان بعد الذي لا يتم الواجب المطلق أي غردين الواجب المطلق خطر هناك واجب مقيد هو لا يتحدث عن الواجب المقيد يتحدث عن الواجب المطلق في كواديس واجب مطلق بغير قيد إناد إلا به واجب القاعدة قسنا متياك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثلا الصلاة واجبة فالصلاة واجبة أقيم الصلاة الآية ولكن هل يمكن هذه الظل بلدن بغير وضوء؟ لا صافي يغال الوضوء ذي الواجب أي غير خطر يشودر الظليث ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ونزميرا غنخدم الواجب التظليث سوى الوضوء يغال الوضوء يوجب مشدن مشدن يوجب أشيني أي غير يوجب الوضوء أخطر ذنسا يوجب خطر ذنسا يتسارو يستوظن الظليف صافي يغال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن دقي الإمام تجدين السبكي إناد المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ولكن باش يكون منهجي إناد وفاقا للأكثر أي غير خطر ما شاك العلماء من ذاك معناه أكثرية العلماء ناند القاعدة يقوم السلام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن تجدنا كالمثال الوضوء وهي واجب مقيد خطر نسال الأحاديث دي هضر في الوضوء وزمات الزلظ خطر الصلاة الصلاة من معانيها الدعاء فظلث ولكن الصلاة المخصوصة التي تؤدى كقوله كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا صافي نفهم بلي معنى الصلاة كنزلة الصلوات الخمس ونقصد ليس الدعاء خطر الدعاء دعاء ربي مثل غير ما شلنا في وقت معلوم فالصليت لك في وقت معلوم وتزغل طرف العشرة من الصباح وتزغل العشاء في الربعة مديث الآية واضحة والإمام مالك ذي في كتابه الموطأ باب وقوت الصلاة يهضر يوقف في الأحكام جيمة ذي القرآن ماذي السنة صفي إلا وجد رأي الأول رأي الأول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب هذا رأي رقم واحد وفاقا للأكثر معنى لأكثر العلماء معنى جمهور العلماء قالوا بذلك وبعدين يخذ ما سيربريز ومخلوقه شو دينا وثالثها عند الثاني عند يفر الثاني إناد الأول أبر إناد الثالث صافي وكسيني وقال سقط يغلي أكيد يبدأ أقرأ على ما سمعكم سادتي المتنى هذا المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر وثالثها أنصرج ديني وثانيها نسيم ثالثها أشغ ديقار ديقار اللغن نون إلى قسخ من يحد الميكانيزم كني لوجيسيال في اللغة المعاصرة باللي القول الثاني يثن داخل ذي القول الأول فهو متضمن إيه عد سباغة إيه يا غاد خطر على علماء الأصول في كوال زرد المخصص سيوظن لما
هذه خدم سيوس طريقة عجيبة. شفام ذي المسألة المنبرية ميد نحكيها في الإمام علي بن أبي طالب، أي الحوغ الجامعة ذي الظل زر الإمام أي الحوغ الخطبة تين مشغولة مخيسة ذي المنبر مش هدي خطبة بي ثلاثة مطوث ناس يموت ورقازي ويجد كذا وكذا وكذا وكذا. هذا غادي تسقسيض سمى الفغي لقات زراط على الجمعة ماشي قبل الجمعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذن وهو في مسجد الكوفة اتجه نحو المسجد، جاءه سؤال، امرأة استوقفته أعطته السؤال، مات زوجي تاركا إياي و في كاس كل ورثة، ليل حوغ المنبر يخدم لوجيسيالين سيس خدميث يفكيس اس ام اس عن طريق الخطبتين يفكي جاويت معناتها اوليو تساوي ان ويتيام ثمن المسألة عالت ثلا أصلها 24 وبعدين ثبوي الثمن 24 صافي ثلاثة من 24 معناها ويتيام الثمن من بعد حينما عالت إلى 27 ثغال ثبوي ثلاثة سي 27 ثلاثة سي 27 شحال؟ النفيام واحد على تسعة ماشي واحد على ثمانية ثقيلة قطبلو إلى باش سي دافض من تسا يخدم الحساب الذهني يخدم يشقعص الجواب ذي المقدمة. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وإليه المآل والرجعة إلى آخره، وبعدين وصار ثمن الزوجة تسعة. واش وقفه من سي ونسات إن يستبض أن ويتيام ثمن مي يغذ أن فيام افهم يا الفهم. فاشتهرت المسألة وخلدت عبر التاريخ وسميت بالمسألة المنبرية نسبة إلى منبر الكوفة اللي خطب منه علي بن أبي طالب. هذا غريب يعني شحال قال القوام مازال يتا. وثلاثة حاجة النظام أنه يكلي بروبابيليتي العالم أو كاكو سوى ثقي قذران فقط ثلاثة ياكو معناه أصل 24 لا يعول إلا مرة واحدة إلى 27 وبالذات في المسألة المنبرية فقط. حاجة عجيبة. أما كان قارنت ولا جريحين مخوك يحبس سلح سابة مخوك يحبس حقيقة. وعلم الأصول يلهم ليح خطر أدي استخدم المخ ثورة نغلر ورس يلا نغلر تجدين سبكي أصن قارن ديلة الثاني الرأي الثاني أدي قار استخدم ثلا غنونتا في مداخل مادام اني غاوند وفاقا للاكثر صافي الاقل. هناك من يقول ماشي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لا ما لا يتم الواجب الا به ليس واجبا، لان الواجب لا ياتي الا امرا. هذا في مثال دوخام يلا شريك ماك استفكر يوم بوال يوم بولك يخو ده ولد مشطوح ثم ديها تحصف الصين ني راه كذا كين ود النظاره ثني ضي خدم ثلاثه يا مفهوم. اسير مثلا يلا اود الزريعه نشرز اود الزريعه نشرز يبيت الزريعه ودي بيت يوغا اي غتحصل في يوغا سين ضي يرحم بابك ني غاش اود الزريعه نشرز شوفي مليح امشي رانا نشرز بلا تا يوغا صافي نورمالمون بلا ما اللي راك تا يوغا تداويض الهضر غي وين يسعى العقل شات الزمضه ميدا كي انت وزهرك لو لقيت شفت الحق وكي كن خاطي مادا مست نظارا وتتحاسب راه وتتزمرا إن ساويد تا يوغا ارنود زريعه صافي الرأي الثاني الرأي الثاني يا دخل شي قارن شفت غير كان الإشارة اللبيب بالإشارة فهم باش كي نقرا قرن صدق بيتي وقيلا أمس لي سيمين ستيمين باش قرن إلا مثلك أيوا عرقي ستيمين سدير هكا يقول أستهضر ستيرت كان هكا قال يفهم إلا ويض يا حصرة هضراس وأنت وزهرك يلا صافي فهم من رأي وسين دايلا أثن دخل بفتح الند وفاقا للأكثر. إذن هناك من يقول ليس واجبا
ما لا يتم الواجب إلا به، ماشي واجب. يقولك الواجب لا يتقرر ولا يتعين إلا بأمر ديريكت. يلا. وثالثها صافي نفاد السين، وثالثها ينفد، وثالثها إن كان سببا معنتها استبعد الشرط واستحضر السبب. يعني ما السبب؟ نعمل بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، إذا كان شرطا فلا. هو ذكر السبب، قالك وثالثها إن كان سببا معنى تطبق عليه القاعدة. من فهم راه يفكي هذا المثل، مثل ملموس، يناد كالنار للإحراق، كالنار للإحراق ثمر غيوث السبايس تيمست، هذا ما كان، والزميرة تصرغ الحاجة بلا ما ثلاث حاجة النار نزمة تنقصها تريسيتي هنا حاجة إلا قاتلية إلا قاتل الشعلار كانت كان هكا وفرقا على حاجة سيوما ثلاث مست. أما ذا غروم أين إلا ناكل باش هذي راه حاجة إلا قاتلية تمس الشعل تمس ذي الغابة صافي ثلا ثلاث سبا ثلاث سبا كالنار للإحراق مادام فرغا صافي ثلاث مست. إذا كان في إطار السبب نعم، والنقطة هي نحتاج إليها من بعد نحتاج إليها ذي المستقبل. يلا. وقال إمام الحرمين صافي بد القول الرابع ثلاثة ثلاثة عدل ثورة يبيض ويس أربعة ويس أربعة وسيدي إمام إمام الحرمين مردنيني إمام الحرمين المقصود أبو المعالي الجويني صاحب الورقات هذوك ينادى إمام الحرمين خطوه كيف شو اشتهر بهذا شو هي أئمة الحرمين إلا نطاس بيوقي يبويث يبوي الشهرة يجي ذا شو دينا يفكد الرأي يفكد القول الرابع إنه إن كان شرطا شرعيا أديش لازم يكون الشرط شرعي أي غير شرط شرعي لماذا قيده أن يكون شرطا شرعيا إن ياه كالوضوء للصلاة ثورة يسكشمتي دي الكل وارني قلق إدنا دي البداية لما ديخل الوضوء واجب باغر دي واجب خطة الصلاة واجبة ثورة قول إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا ماشي شرطا عقليا أو شرطا عاديا لا يروح على الشرط العقلي الشرط الشرعي الشرط الشرعي نكون نسعى الأمثلة مثلا الوضوء للصلاة النصاب للزكاة وزما سينضيون على الشر لكن ما عشرش يخص النصاب مال النصاب مثلا 45 مليون 45 مليون إما يسعى 44 مليون و 900 ورزكي يرى أي غير يزكي يبغى يصدق صدقة حر يفك 100 فراك 2000 فراك 100 ألف يضبرك الروس ولكن ما سينزكي إلى قدير النصاب إلى قدير النصاب صافي ليك كالوضوء للصلاة وكالنصاب للزكاة ولانت أمثلة أخرى وكانت في كثيرة ذلك معروفا صافي وقال وقال إمام الحرمين صافي أتانا بالقول الرابع إن كان شرطا شرعيا افكر الأمثلة كالوضوء للصلاة وكالنصاب للزكاة لعقل أو عاديا فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب في مسألة الحرام يزير تشدد أين يعني الحرام خاطئ سمحتي ذي المالكية عرفوا بواحد المصدر المرجع المصدر أصل من أصول المالكية اللي هو السد سد الذرائع سد الذرائع هذا مهم جدا سيأتي بيانه في الوقت المناسب مهم جدا خطر أين يتسوغ غسل الحلال ما يتسوغ الحرام
غلقيت كوني نسمى يستعرف كيني الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح ثبوث ديفكنا فونس ما غلقيت اتهني وزي قرنا كاتيني ثبوث الناياس تنطق الناياس الرياض رغل بلا غرغل قنتيبو الرياض رغل بلا ثبوث تهني عقلها وتوكل الى اخي يعني هذه متكامله فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره يعني ولكن داقي يسوس عاس بترك في مجال حرام إنك إلا بترك غيره معناه تقديره من الأسباب والشروط من الأسباب والشروط وجب مادام ذي الحرام لا ذي 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 في الحرام شو من الزمر ذاك خطر الحرام لأن الوقوع فيه يصعب يحتاج إلى توبة يحتاج بزاف أمور ماشي ذي الكماليات ذي الأعمال نظن خاطئ ثورة كل أنزل تزالي ويقول هذه الظل نوافل وهذه الظل لا مما شو واجب هذه الظل نفيلة وين يظل نفيلة خير رمضان بالك سكسكو سي عدنا رسو هذا ثورة رمضان ينوسو في الزمرة ولو لا الاثنين لا الخميس لا الأيام البيض ولو تتحسب أنا يا تفضي الله يبارك الله يبارك الله يبارك ما عليه ما شاء الله الاثنين ذي الخميس دائما 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 قيام الليل بلاش تسلم ثنا لأنه قاعد يخدم القيام الليل يوميا لأنه ولد يخدم مشروع يا ربي صح شهرين ثلاث شهور هذه الظل قيام الليل لأنه وياض يوميا ليليا كل يوم أكيد نذكر ساعة أو ساعتين قبل الفجر أقوم الليل أقوم الليل أقوم ماذا الفجر الظل إلى سيدي بارك يا ربي ولكن الأمور هي في كذا كيف زيادة زيادة في الأجر زيادة في المقامات في الرتب ولكن ما يتعلق بالحرام لا خطر النبي صلى الله عليه وسلم يغدينا مثلا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إليك ما في الأمر ناون خذم حاجة خذم الثزمر ثنون ولكن ماذا النهي فانتهوا ربينا دريبة الحرام ذي الحرام وسي قرايو ندخل ما كان شوية من الربا 1% نو 2% ذي الحرام 2% نغ 10% نغ 15% كيف كيف شراب كرمكم الله شويه نغطاس كيف كيف قليله وكثيره حرام لانه فيه نهي ماذا الاوامر لا الاوامر اخويا كلي ولا حسب تزمرتيس كل واحد واش يقدر صافي اذا تعلق الامر بالحرام انه وجب فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره افتح القوس من الأسباب والشروط وجب أو اختارت تمنك واحدة يعني متزوجة بأجنبية وتتجاوزه ثم مسألة مطلق الأمر إن لا يتناول المكروه يا ردينا كتجدين سبكي سعى الحاق لأن سلدم لي يا جماعة الخير لأن الأمر شركة شركة بين الوجوب والندب والإباحة المكروه ديك شمال تقول كان إكسيوس اللغة قوية جدا وذاكي خليوني كنت سميكتي غسيوس الحاجة وإن كان شرحناها ماشي تشرح مفصل اسني في كذا المعاد تسكت في شكل اسئله يا اخي نغوند الامر دائما هل يفيد الوجوب دائما؟ لا نقول الامر للوجوب هذا هو الاصل ولكن ممكن يفيد معاني اخرى لان هناك 16 معنى 16 اجتهد باش نمشي غير الايات تخدم غاسني ثم تفكر في شكل سؤال باش نزر باش نشوف مدينة ربي مثلا قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك إذا صلى الله عليه وسلم قروض إن سيد بسم الله ما رفتش اتشسوي فوسيك اتشس ذاتك يا خواجي أمر نبوي
هل هذا يفيد الوجوب؟ الناد، بارك الله فيكم. معناها الاقتصار النبي عليه الصلاه والسلام واجب، خاطر زمان الواجب المعنى اسمه ريتشاري سعد نوف، انسى خلف الذوق فقط، فذاقي الثرسد ذا نورمالي تزداثس انسى يتسمغ بركي ولا زرو ديا ذي هين ولا الشريح كثر الهدم تحته فيكني سنونا فيكني عرف الخير أهله فتقدم وين راس الناس كثر النبش تحته فتهدم وين أثي الساكي قال مدي قد يغلي وكسو مني مي يغزس دكسر يعني هل مدي يغلي اسمي ديغلي يتفاكسون ام كي جوستيفي الخدميس انيس عارف الخير اهله فتقدم اسم الخيرني اي عقلي روح دروري وين فقس انيس لا غازي استغازض كون استغازض راه ديغلي راه دكتور مثول هيون يتسمى هكا ذا شاستينيل سقدر حرام يخلف الحذاق هذايا هذايا يونا ما كيف كاس الفصي واحد صغير يعني كاس الفصي واحد كاس الحقيس وخلاص. طيب إيمي دينا ربي سبحانه في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 282 مدينا واستشهدوا شهيدين من رجالكم الشهود باش هذيلين ذي العقود اسكو يا أخي أمر واستشهدوا هل يفيد ذلك الوجوب؟ ألا الإرشاد ذي الفايدة نوان لا الموت إلا ثثوث إزمر ذي تفكين الله مشفيخ بأخوي لن الشهود الشهادة صافي وقلا يفيد الوجوب إمي دينا ربي سبحانه كلوا من الطيبات يفيد الإباحة إمي دينا ربي أدخلوها بسلام آمنين الإكرام إمي دينا ربي مثلا وأقيموا الصلاة للندب الوجوب أقيموا الصلاة وجه ذا الوجوب يمدينا ربي سبحانه اعملوا ما شئتم تهديد بارك الله فيك يمدينا ربي مثلا قل فأتوا بسورة يعني في مقهد ربي يكوي بارك الله فيك تعجيز تعجيز أي الله يمدينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ذا الدعاء إلى مدينة ربي سبحانه كن فيكون سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن أن يقول له كن فيكون تكوين إيه صافي ماشي على يوث إما الأخوية ما تفض الآية الحديث ما تفض كتستير في الغاشي روح سلاقا زر قبل شو دنيض زر شو دنيض سين قارن قبيل وزنا واليك من بعد الله يبارك ما تشي قنا الميك في الديظيميك هذه القاعده قصت قبالي قنا الميك ستيرو في الديظيميك كل حاجه بامكانيس سوره النغال شو غدينا تجدين السبكين مطلق الامر لا يتناول المكروه وبعدين الى خلافا للحنفيه خطأ الاحناف سعى راي مخالف يعني المقصود خلافا لعلماء الاصول عند الحنفية أو للأصوليين الحنفيين أو الأحناف مثلا بعد فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ما هي الأوقات المكروهة الصلاة؟ عند الشروق إلى غاية ارتفاع الشمس واحد كذلك ذا مثل الشمس في كبد السماء إلى أن تزول الوقت الثاني الوقت الثالث عند الغروب ثلاثاقي خطر السؤال بعض العصر لين نظن لين نظن كل حاجة يقوم كانيس سيقيد يقصد يقصد تجدين سبكي ولكن نرجو ثقي خاصة بالنفل خاصة من بالفرض بالنفل النوافل الفرائض السهر كل وقت فرائض عند القضاء خطر الصلاة المفروضة سعى وقت أداء
الساعة وقت قضاء، وقت أداء. إلى سين ألف باء، ألف الوقت الاختياري، باء الوقت الضروري. إلى وقت القضاء هما لا يون يكرد كان يفاد ويتولى لك ويطيج الصبحة الظال لأنه فريضة. فليصليها من نام عن صلاة أو نسيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما يون يطس ما يستوت ميسيدي مشات الظال صلاة الفرض وتسجيل راه خاطر هذه مثل بنادم ثروي في اللاس. إنك أول وقت كي دي صاحن في العام يثو ذرثيك بروفيتيف. لذلك من نام عن صلاة أو نسيها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصليها من المي دي من المي دي خي نغ من المي دي مكثا أتي الظال. صافي المقصود هنا هي النوافل لا الفرائض. أشو دينا؟ فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة في قدننا وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. إذن هو رجح هذا الرأي على الصحيح. أن بعد شو دينا يكمل إناد أما الواحد بالشخص له جهتان على بالك ولا شغل شينوا. أما الواحد بالشخص له جهتان شو فهمت رسولي يقصد ما إلا كي يعني يكون ذي السن كلاهما يوجد بدون الآخر. افكر مثال كالصلاة في المغصوب الأرض المغصوبة يعني أخيال ماشي ذاكالس هذا واحد الظالدين ذكوا كاني عند يزلز تليسا نعم أخام سكواتي سكواتي قصار مثل يا أخي استقبيت همشي سنسمي يحريتيد صافي الحرية صافي بيزل يحريتيد خاطر ما ندير يحريتيد يحوصيتيد هذا هو الصحيح أو تقبيلي يحوصيتيد خاطر يحريتيد استيديس صافي يحوصيتيد أخامن بحوصو وين يظلم دكو خامني أمشي سنسمي يبوي دخامي في الغزالي السينة توفر يلا أغر ديننا تجدي سبكي له جهتان أغر دين له جهتان المعنى يس الصلاة وتحوجها رخام أخام ريح وجار فصلي كلاهما يوجد بدون الآخر وكان المنطق كلاهما يوجد بدون الآخر. لذلك إن يك الواحد بالشخص له جهتان وكي زندق خامس كواتي بحواصو أمشي السين ظلتك صحن غالا جمهور العلماء نمد جموع علم تصح ولا يثاب تظهر الصحيحة ولكن ليس على ثواب يرحص يظلت صحيحة يعني بأركانها صلوه يظلت هك خطرت لها كومبلي هي صحيحة. لذلك في الفقه قضي الصلاة مقبولة هذه الصلاة صحيحة القبول نظرها القبول ذا يوجد قبلا لكل صاحب كان دعاء سيدي قبل ربي عنده ولكن اليوم يتقبل ماشي لكل ننظر اليها من حيث الصحه وعدم الصحه. اديني العقد صحيح صحه العقد حكمنا على العقد بالصحه ولكن لا نحكم بشيء اخر قد يكون ممكن يكون غير مشروع. إذن نند الجمهور صلاته تصح ولكن لا يثاب. ما الذي أسقط الثواب؟ هو إثم الغصب دنوف من تكرضى ذنسى إسكس اللاجر يهدس لاجر يهدث وهذا رأي الجمهور. فالجمهور تصح يعني الصلاة
ولا يثاب. لماذا لا يثاب؟ أخطر الإثم أسقط الثواب أو الأجر. إيه دين القواعد كي نحوج نتبع دين الفقه، خاطر دوال التاريخ الأسواق التجارة الاستثمار في كذا كي كنت نحوج من بعده في كذا كي، لكن المفاتيح كي أثنت نحوجك من بعد. ذا شو ديننا؟ إناد الجمهور السلام شو ديننا؟ إنك تصيح ولا يثاب، ولكن إلا رأي النظر إناد يثاب على الصلاة ويعاقب على الغصب. إنا كان فرق يرسناف فظليث إسعى لجر ماذا خانيك سكواطي بوحواصون غاكلني يعاقب عليه. إلا قام فصل يرسنت معقول بارك الله فيك معقول فظليث ظليت خطر الفقاك شمن من ذي اللبسة إما لقم دور ماشي ناس إسكواتيث أهتي تزالوك سوق ندورني مشكلة ذاك النظام. إما لك نوغ أختي دنكيني ذاك يدري مني ذاك أنسي سكو سي الحلال نغ ماشي سي الحلال صافي أنسوا المشاكل. يلا في رخي مسفان الرأي وايض لوجيك نغلا أشي قار يثاب يثاب ولكن يثاب في الصلاة على الصلاة ولكن أخني يعاقب أسحر شاكسيون نظن إلى آخر مفهوم رايقش بها ربي معقولة. بارك الله فيك أثنى سلامي الآية ربي سبحانه ميزانه عادل أي رقار ابن عطاء السكندري إناد لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بعد شو دينا إناد إذا قابل لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا قابلك فضله. ما شاء الله معناتها ما يسعى الدين ربي ذي الميزان الدقيق تمشطوح ثكا ذران سوحا سفلاس إما إلا سلفضلنا ربي غاست مقرنة سؤال دولاش صح فضل الله الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الصحابة ولا شوية من الجنة سلخذ ماس ننس حتى أنت يا رسول الله ولا ذكشيني إنس حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صافي الفضل ربي سبحانه مقر. صافي هناك رأي دينان وقي يثاب على صلاته الزول يسعى لجر الزليث ولن علم دينان قد ينقص أجره ولكن لا يذهب قد ينقص لجر يسمتروح على كومبلي ربي سبحانه عادل ولكن أذي تعاقب فين النظام فتكر ظني يجو كرثة مرثني يتعدى فلاس نغي الزازاي في ليسا نغ يبوي خانك بغير حق. هذه المسألة إذن رأي الجمهور واضح أنه يصح ولا يثاب، يعني تصح ولا يثاب، تصح صلاته لإتيانه بأركانها وشروطها ولكن لا يثاب لتساوي الأجر لأن إثم الغصب أسقط أجر الصلاة. هذا رأي الجمهور. الرأي الثاني يثاب على صلاته ولكن يعاقب على فعله على غصبه. الرأي الثالث مباشرة في ديننا ودينار وقال القاضي والقاضي والإمام لا تصح. أنوذ القاضي ذي وفي دينار ولكن أكون اسمي كثير نهد فيما سبق ما لدين القاضي أشو المقصود أبو بكر الباقلاني مدينة القاضي سي أوتوماتيك مثلا إنسان القاضي قال لنا ولكن اشتهر اسم أما كنت نغى إمام الحرمين ماشي سوي ونقل لنا أي غير اسم إمام الحرمين إلا ذي مكاذي المدينة اسمها إمام الحرمين اشتهر بذلك أديني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إذن ما دين القاضي سي أوتوماتيك معنى أبو بكر القاضي الباقلاني
ولكن شو الإمام؟ أنا يقصد الإمام اسمي شيد كان شطح فخر الدين الرازي. وكيف الرازي؟ فخر الدين الرازي أو كين اسمي شيد نهضرت فلسن ملمي موثم تاريخ الوفاة. يلا أبو بكر الباقلاني يموت في سنة ولدين 403 نرى طوموبيل 403 مفتيد طوموبيل ننزي 403. الإمام الغزالي 505 فخر الدين الرازي 606. ذا شو دينا سيناكي إنش والقاضي والإمام لا تصح، ولكن رناند حاجة لا تصح معناه فظل في الصحراء، ولكن في الوقت نفسه إنش ويسقط الطلب ما دينه لا تصح مع انطلاقه سيعوذ خاطي انك يسقط الطلب خطر ادها في الوقت. طبعا فهي دقيقه جدا بل خليوها ان شاء الله سياتي البيان في الوقت المناسب نقرا ويسقط الطلب عندهما. واحمد ذكر الامام احمد بن حنبل انك لا صحه ولا سقوط، لا صحه لا تصح ولكن لا سقوط خلافا للقاضي والإمام معنى يطلب بقضائها غاسل زوجي الوقت ولكن قاسي غرم بعد البيان يعني مستفكر الفتوى إلى قاسي غرم. والخارج من المغصوب ثورة غي كمال أثنى ولكن سكواتين خام إفاغ إفاغ ذاكالي قبي ماشي ذاكالي سيزوجي لسا. والخارج من المغصوب تائبا يعني فار يندم يرى لمن عفافيس مولانيس تائبا آت بواجب. وقال أبو هاشم بحرام ذاك الشمد المعتزلة وقي معتزلي صافي مش واجب ذاك إلى أول شوطة ذي مغور أثنج الدرس وايض إن شاء الله تعالى أنكمل ما يرضى ربي. والسلام عليكم ورحمة الله.